الاستعاذة ليست آية، ليست آية من كتاب الله عز وجل، وهذا بالإجماع كما نقل ذلك ابن كثير رحمه الله. لكن ما معنى الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيه ما يقابل الاستعاذة وهو ما يسمى بالليادة. ألوذ بالله، فيه أعوذ بالله وألوذ بالله. أعوذ بالله يعني أعتصم بالله جل وعلا من شيء أخافه وأستوحش منه. أما ألوذ بالله فأطلب منه جل وعلا الخير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. انظر، قال يا من ألوذ به فيما أؤمله. إذن الليادة تكون في الأمور الخيرة، وأما الاستعاذة فتكون من الأمور الشريرة. أعوذ بالله يعني أعتصم بالله جل وعلا وأستجير به.